نتكلم تاني عن مشهد آخر من مشاهد السينما المصرية. المشهد اللي بعد كده مشهد من فيلم شيء من الخوف. شيء من الخوف زي ما احنا عارفين كان بطولة الكبيرة المرحومة شادية والكبير العبقري أيضا محمود مرسي. محمود مرسي لعب في الفيلم ده دور عتريس وشادية لعبت دور فؤادة. السكك اللي بيني وبينك مقطوعة. كل حاجة في حياتكم يا دهاشنا. كل اللي عندكم ملكي. شيل السواد. أنا ما حبيتش في الرجال غيرك. ما تمنيتش حد قد ما تمنيتك. يا ريتك تيجي دايما يا عتريس. عتريس. والمكان ما حدش كلنا يمكن ما كانتش أبدا يمكن في كل مكان.